فاذا هي شنو البلاد سيال بشكل عام اللي موجوده عندنا بالبلاد؟ كلش مهمه هاي ريد بلاد سيال اللي هي ار بي سي او يسمونها ارثروسايت، عندنا الوايت بي سي اللي او يسمونها الليوكوسايت، وعندنا السيال سيال فراجمنتس اللي هي البليتليت او يسمونها ثرومبوسايت. فاذا مكونات البلاد هي هاي السيال مثل ما تشوفون هذا المؤشر، هي هذه مكونات البلاد سيال اللي هي هاي ار بي سي، هذه هي الار بي سي، هذه هي الوايت بي سي او او الليوكوسايت، هي هذه الانواع من عندنا خمس انواع من الوايت بي سي، وعندنا هذه هي البليتليت، هاي حجمها اصغر يكون، هي هاي البليتليت او يسمونها الثرومبوسايت. فنجي على التفاصيل، هي الريد بلاد سيل او يسمونها ارثروسايت. اذا هي هذا امامكم هذا الرسم، هي هذه الار بي سي او الثرومبوسايت اللي موجوده او عفوا الارثروسايت اللي موجوده بالبلاد، هذه هي الار بي سي. ف the major function of the RBC cell is to transport hemoglobin which in turn carries oxygen from the lung to the tissue. فايش تحتوي هذا المحتوى المهم بالنسبه للار بي سي؟ هو عندنا الهيموغلوبين. اذا الهيموغلوبين وين موجود؟ موجود بهذا الار بي سي، وهذا الهيموغلوبين راح يسوي لنا اتاتشمنت تو ذا اوكسجين باللنج بالرئه، وينقل لنا هذا الاوكسجين من الرئه الى التشو والى السيل والى الاورجان ان ذا بودي. The red blood cell contains large quantity ايضا الار بي سي تحتوي large quantity of carbonic anhydrase enzyme. كربونيك انهيدريز انزيم هذا الموجود ايضا بالار بي سي، وهذا الانزيم كلش مهم. هذا الانزيم ايش راح يسوي؟ كاتالايز ذا ريفرسبل رياكشن بتوين كربون دي اكسايد اند ووتر تو فورم كربونيك اسيد H2SO3. فاذا عندنا هذا الكربونيك انهيدريز انزيم، هذا الكربونيك انهيدريز انزيم موجود بالار بي سي، ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا يسرع من عمليه اتحاد CO2 زائد H2O، يعني مئات المرات راح يسرع لنا من هذا من هذا من هاي عمليه الرياكشن. اذا مو موجود هذا الكربونيك انهيدريز راح تكون عمليه الرياكشن بطيئه، بس هذا الانزيم راح يسرع لنا عشرات او مئات المرات من هاي العمليه حتى يكون لنا ايش؟ H2CO3. وهذا ال H2CO3 راح يعني ينقل من التشو ومن السير ومن الاورجان اللي موجوده بالجسم، ويروح يوديها الى الرئه، وعن طريق الرئه هذا يرجع هذا الاتحاد. يعني ليش؟ هنا يقول لك ريفرسبل، انا هنا مخليها بالخط الاحمر كاتلايز ذا ريفرسبل رياكشن، فهذا الرياكشن يكون ريفرسبل ويكون لوز، هذا الاتحاد مالهم ما يكون قوي، يكون لوز، فبالرئه راح ينفصل مره ثانيه السي او 2 عن الاتش 2 او وحتى ينطرح out of the body and the which يعني it will be expelled in the lung، راح ينطرح خارج الجسم عن طريق اللنج. ايضا ال red blood cell are responsible for most of the acid base buffering power of the whole lung of the whole blood. فاذا ال buffering power بالجسم يعني كلش مهمه، واحنا قلنا البي اتش مال البلاد بشكل عام بالجسم راح تكون 7.35 الى 7.45، وهذا الفرق البسيط بالبي اتش كلش مهم. فاذا البفرنج سيستم فور ذا بي اتش اوف ذا بلاد فور ذا الكترولايت اند ذا فلويد از فيري امبورتنت فور ذا نورمال فانكشن اوف ذا سيل اند اوف ذا اورجان ان ذا بودي. فاذا هاي الوظائف ايضا مهمه بالنسبه الوظائف الاساسيه بالنسبه للار بي سي لازم ايضا تنحفظ ومهمه بالامتحان. يعني احنا قلصنا هاي المواد المهمه بهاي المحاضره قدر الامكان، حاول نزلنا فقط المواد المهمه جدا واللي انتم معنيين بها ان شاء الله. الشيب اند ذا سايز اوف ذا بلاد سيل. نورمال ريد بلاد سيل ار باي كونكيف. اذا النورمال ار بي سي تكون ايش؟ تكون مقعرة من الجانبين، تكون مقعرة من الجانبين، هذا منظر جانبي وهذا منظر امامي للار بي سي. مثل ما تشوفون هنا اكو تقعر بالوسط، هنا المنظر الجانبي اكو هنا تقعر من الجهتين، الجهة اليمين والجهة اليسار بالنسبة للار بي سي. فإذا ايش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندنا هنا بالاطراف الثكنس يكون اكبر من الثكنس بالوسط. فإذا الثكنس هنا بالاطراف هاي الجهة وهاي الجهة راح يكون اكثر من الثكنس من التضخم اللي موجود بالوسط. وهذه خاصيه بالنسبه للار بي سي، هي هاي النورمال. فاذا صارت يعني ما عدا هاي الخاصيه معناته راح يكون حال الخليه بها فد باثولوجي معين. فاذا لازم الار بي سي تكون باي كونكيف ديسك، يعني تكون مضغوطه من الجهتين، وهذا النورمال شيب مال الار بي سي.
الدايمتر مال ار بي سي تقريبا 7.8 مايكرومتر، الدايمتر ماله تقريبا 7.8، واحنا شفنا يعني نشوف او شفنا بالمحاضره السابقه انه الدايمتر مال الكابيلري تقريبا 8 مايكرومتر، وهذا الدايمتر مال الكابيلري يا دوب يسمح بمرور الار بي سي يعني شويه يمكن 0.2 مايكرومتر اكبر من عدم، ولهذا يعني هو على قد تقريبا ال ار بي سي كدايمتر. الثيكنس بالاطراف راح يكون عندنا 2.5 مايكرومتر بالنسبه للار بي سي، والثيكنس بالوسط راح يكون بالسنتر راح يكون تقريبا 1 مايكرومتر. الفوليوم اوف ذا ار بي سي ايش قد هو الفوليوم؟ اللي هي عباره عن مثل يعني يسموها عباره عن باك، يعني عباره عن فد انتفاخ 90 الى 95 مايكرومتر مكعب كيوبيك مايكرومتر، تقريبا الحجم مالها 90 الى 95 مايكرومتر كيوبيك مايكرومتر. The shape of the red blood cell can change remarkably as the cell squeezes through the capillaries. The red blood cell is a bag that can be deformed into almost any shape. فإذا يعني هذه الخاصية المهمة بالار بي سي انه تغير شكلها، انه تغير شكلها من تمر بالاماكن الضيقة بالنسبة للكابيلاريز خاصة بالسبلين. بالسبلين الكابيلاري مال السبلين كلش كلش ضيقة، فحتى الدايمتر مال الكابيلاري بالسبلين يكون اقل من الدايمتر اوف ذا ار بي سي، يعني اقل من هذا 7.8 بالعشرة. فايش راح يصير بالار بي سي؟ تتحمل انه يصير بها سكويزنج وتمر من خلال هاي الكابيلاريز. ولهذا احنا قلنا اذا بها باثولوجي بها سفيروسايتوسيس بها سيكل سيل يعني يعني اشكال اخرى، فهذه راح تتكسر داخل السبلين بالذات راح تتكسر داخل السبلين ويصير عندنا لوس اوف ذا ار بي سي بشكل يعني غير معقول. فاذا هذه لها قابليه ان تغير شكلها وتمر هذه الار بي سي من الاماكن الضيقه. ليش؟ لانه الوول مالها يكون بالاستيسيتي ويكون يقدر يعني يغير الشكل ماله وتتحمل الضغط في الاماكن الضيقه بالكابيلاريز. Concentration of the red blood cell in the blood ايش قد هي؟ اعداد الار بي سي بالدم لازم هاي كلها لازم تكون معروفه. بالميل يكون عددها تقريبا 5,200,000 ار بي سي، خليه ار بي سي لكل كيوبيك مليمتر مليليتر عفوا لكل كيوبيك مليليتر تكون تقريبا 5,200,000. هذا وين؟ بالمين. بالوومن بالفيميل راح يكون العدد تقريبا 4,700,000 زائد ناقص هاي طبعا 300,000 ار بي سي. كوانتيتي اوف ذا هيموغلوبين ان ذا سيل ايش قد هي كميه الهيموغلوبين؟ مثل ما تشوفون امامكم هو هذا الهيموغلوبين، هذا كله بحد ذاته هو هذا الهيموغلوبين اللي موجود داخل الار بي سي. وهذا الهيموغلوبين يحتوي على ايش؟ يحتوي على الايرون، هذا هنا عندنا الايرون اللي راح يتحد مع الاكسجين، والاتحاد مع الاكسجين يكون هذا لوز، وهذا كلش الخاصيه مهمه. اذا فعندنا هذا الايرون او هذا الهيم اللي موجود راح يتحدون مع الاكسجين حتى يعني تتم عمليه نقل الاكسجين من الرئه الى التشو والى السير. فاذا هذا الهيموغلوبين هو راح ينقل لنا الاكسجين يعني من الرئه الى التشو. Red blood cell have ability to concentrate hemoglobin in the cell fluid up to about 34 gram in each 100 millimeter of cell. فإذا بشكل عام ولو الماكسيمم مال تواجد الهيموغلوبين بالار بي سي تقريبا هو راح يكون عندنا 43 جرام in each 100 مليليتر. هذا النسبة الأعلى، هاي النسبة الأعلى يعني الخلية لها إمكانية أن تسوي concentration of the hemoglobin داخل الار بي سي. زين احنا نجي اذا the whole blood of man contain an average of 15 جرام of hemoglobin. فاذا هذا الرقم كلش مهم اي لازم ينحفظ، انه normal hemoglobin بالنسبه للميال للذكر ايش قد راح يكون نسبه الهيموغلوبين؟ راح يكون عندنا 15 جرام of hemoglobin per 100 مليلتر of cell. هذا هو النورمال لازم يكون بالميال تقريبا زائد ناقص طبعا 15 جرام اوف هيموغلوبين بير 100
مليليتر اوف سيل، بينما الومن الفيميل راح يكون عندها الهيموغلوبين تقريبا 14 جرام بير 100 مليليتر. زين هنا عندنا each gram of pure hemoglobin is capable of combining with the 1.34 milliliter of oxygen. كل جرام من الهيموغلوبين إلى قابلية أن يتحد مع 1.34 مليليتر of oxygen. فإذا إذا ضربنا هذا الرقم مال جرام واحد في هذا الرقم مال 15 بالنسبة للميل راح يطلع عندنا 20 جرام of oxygen per مليليتر، يعني per 100 مل. وإذا ضربنا هذا الرقم في 14 راح يطلع عندنا بالوومن بالفيميل راح يطلع عندنا 19 مليليتر اوف اوكسجين. اذا ذيرفور ان نورمال مان ماكسيمم اوف اباوت 20 مليليتر اوف اوكسجين كان بي كاريد ان كومبينيشن وذ هيموغلوبين ان ايتش 100 مليليتر اوف بلاد، اند ان ذا نورمال وومن الفيميل 19 مليلتر اوف اوكسجين. فاذا بالميل راح يكون عندنا يعني البلاط راح يقدر ينقل 20 مليلتر اوف اوكسجين، بينما بالفيميل راح يعني ينقل لنا 19 مليلتر اوف اوكسجين. وهذا الرقم منين اجى؟ من حاصل ضرب هذا 1.34 في 15 و 1.34 في 14 بالنسبه للميل والفيميل. زين وين تتكون الار بي سي؟ الار بي سي وين تتكون؟ طبعا هي كلها راح يعني بالنسبه للبلد سيل بشكل عام وما ضمن الار بي سي راح كلها تتكون بالبدايه بالبون مارو. فد مصنع مهم هو البون مارو راح يكون لنا الار بي سي، وايضا اليوكوسايت وحتى البليتليت. فاذا الارياز اوف بودي ذات برودوس ريد بلد سيل، من هي الاماكن اللي راح تصنع لنا الار بي سي؟ فهنا دي يقول لك انه during the last month or so of gestation، يعني الشهر الاخير من الحمل and after birth وبعد الولاده red blood cells are produced exclusively in the bone marrow. فاذا وين راح يتكون؟ راح يتكون بالبون مارو. وطبعا قبل هذا الفتره يعني بالجستيشن بالحمل راح يتكون في مناطق اخرى مثلا ليفر والسبلين وهذا وما شابه، وقبلها يتكون باليوكسات. فاحنا ما نريد ندوقكم بهاي التفاصيل، بس انت لازم تعرف انه the last month of the gestation يعني الشهر الاخير من الحمل وما بعد الولاده الار بي سي تتكون وين؟ بالبون مارو. زين all the bone produce red blood cell until a person is 5 year old. فحتى يصير عمر هذا الشخص 5 سنوات يعني الار بي سي راح تتكون كلها بالبون مارو. يعني اخر شهر من الحمل والى عمر 5 سنوات كلهم يتكونون بالبون مارو مال كل البون اللي موجوده بالجسم. بعد هاي الخمس سنوات من راح يكون لنا الار بي سي البون مارو مال منو يا بون؟ beyond this age most red cell continue to produced in the marrow of the membranous bone. اذا بعد الخمس سنوات يعني من راح يكون لنا الار بي سي؟ membranous bone، البون اللي يكون ب يعني شكله على شكل membrane يعني مو لونج بون، لان احنا عندنا لونج بون العظام الطويله والعظام المسطحه. فاذا هذه الممبرينس بونز هي راح تكون لنا الار بي سي، البون مارو مالها راح يكون لنا الار بي سي بعد عمر الخمس سنوات، اللي منها من ضمنها منو؟ الفيرتبرا، الفقرات، الاستيرنم، عظم القص، الربس، الاضلاع، اند الالياك بون وعظم الحوض. اذا هاي العظام هي عظام نوعا ما تكون مسطحه. الى حد الخمس سنوات كانت كل العظام تكون لنا، وشوفون هذا الرسم ايضا كلش مهم. فاذا الى حد عمر خمس سنوات كل البون لونج بون اند شورت بون اند ممبرينس بون راح تكون لنا الار بي سي لحد خمس سنوات. بعد الخمس سنوات لا، بس الممبرينس بون راح يكون لنا الار بي سي من خلال البون مره مالهم. فاذا جاك يعني مالتيبل تشويس الممبرينس بون بعد الخمس سنوات منو راح يكون لنا اياه؟ الفيرتبرا، الاسترنم، الريب اند الاليك بونز. ننتقل الى موضوع اخر اللي هو جينيسيس اوف ذا بلاد سيل بشكل عام. جينيسيس اوف ذا بلاد سيل بشكل عام من البون مارو. اذا هي هذا الجينيسيس اوف ذا بلاد سيل يعني كلها تشمل الار بي سي، تشمل الوايت بي سي، وتشمل البليتليت. فاذا
منو الخلية الأم، نسميها الخلية الأم بالبون مارو، عندنا بون مارو وعندنا بالبون مارو هي هذه الخلية الأم اللي يسمونها بليو العفو بلوري بوتنشيال هيموبويتيك ستيم سيل، بلوري بوتنشيال هيموبويتيك ستيم سيل. فإذا هي هاي الخلية الأم مال كل أو جميع الخلايا اللي هي راح يعني تتكون عندنا من خلال البون مارو. فهذا اللي يسمونه ال PHSC البلوري بوتنشيال هيموبويتيك ستيم سيل، ال PHSC اللي هي راح تكون لنا الارثروسايت مثل ما تشوفون هنا، وراح تكون لنا اليوكوسايت اللي هنا تشوفونها خمس انواع، وراح تكون لنا الميجا كاريوسايت اللي بالاخير راح تكون لنا البليتليت، وايضا هذه الخليه الام راح تكون لنا التي لنفوسايت، وراح تكون لنا البي لنفوسايت. اذا هذه الخليه الام اللي موجوده بالبون مارو، وراح تكون لنا جميع الخلايا الخاصه بالنسبه اللي موجوده بالبلد. The blood cell begin their live in the bone marrow from a single type of cell called the pluripotential hemopoietic stem cell. مثل ما قلنا هي هاي الخلية الأم، وهذا الترتيب وهذا هاي الرسمة فقط للإطلاع حتى أنتم تعرفون أنه منين جت هاي الار بي سي، منين جتنا هاي الوايت بي سي، منين جتنا هاي البليتليت. فهذا المخطط وهذا الكلام هو فقط للإطلاع حتى تكونون على بينة، وبالآخر نقول يعني ما راح يكون يعني كد سؤال بالامتحان او ما شابه. مجرد انت لازم تعرف منين مصدر هاي الار بي سي، منين جتنا هاي الار بي سي، منين جتنا هاي الوايت بي سي، منين اجت هاي البليتليت، فكلها جتنا من البون مارو، والبون مارو بهاي هي الخليه الام اللي راح تصنع لنا، اللي هو عباره عن مصنع ضخم ومصنع كبير راح يصنع لنا كل هاي الخلايا اللي بها وظائف يعني متعدده وظائف يعني كثيره جدا. From which all the cell of the circulating blood are eventually derived. فإذا هاي الخلية الأم راح تكون لنا هاي الخلية الخلايا الأخرى. زين، قدر تعلق الأمر بالآر بي سي، نرجع للآر بي سي، شنو هو اللي يساعد لنا على تكاثر أو يحفز لنا على عملية تكاثر الآر بي سي؟ فهنا يقول لك any condition that causes the quantity of oxygen transported to the tissue to decrease ordinarily increase the rate of red blood cell production. فإذا أي عملية أو أي سبب من الأسباب يعني يصير به نقص، إذا صار عندنا نقص بالتشو الأكسجين، إذا نقص بالتشو أي سبب يعني سواء نقص بالأكسجين بالتشو، التشو يريد دائما التشو اللي موجود بالجسم والسيالة اللي موجودة بالجسم دائما تريد أنه كمية الأكسجين اللي توصل لها كمية خلينا نقول معتدلة وكمية فيها في اعمالها في عمليه الميتابوليزم. فاذا التشو ايش يحتاج؟ يحتاج اكسجين. فاذا نقص عندنا هذا الاكسجين، اذا نقص هذا الاكسجين بالتشو ايش راح يسوي هذا التشو؟ راح يحفز لنا، راح يحفز لنا فد هرمون معين او فد انزيم معين يسمونه ارثروبويتين، يسمونه ارثروبويتين. وهذا الارثروبويتين يتكون وين؟ يتكون بالكليه، تقريبا 90% من عنده يتكون بالكليه و10% يتكون بالليفر. فاذا اذا صار نقص عند هاي الخلايا وهذا التشو نقص الاكسجين، فهاي التشو هاي السياس راح تحفز لنا فد هرمون اسمه ارثروبويتين. هذا الارثروبويتين يعني الكليه هي تعمل على تصنيع هذا الهرمون. هذا وين راح يشتغل هذا الهرمون؟ راح يشتغل على البون مارو، راح يشتغل على البون مارو، وراح يشتغل لنا على هذه الخليه الام، يشتغل على هاي الخليه الام فيحفزها حتى تكون لنا الار بي سي، يحفز هاي الخليه الام حتى تكون لنا الار بي سي عن طريق البرو ارثروسايتوبلاست. بعدين هاي تكون لنا الار بي سي، وهاي الار بي سي راح يكون عددها يعني كبير، فتقوم بعمليه نقل الاكسجين من الرئه الى هذا التشو. فهذه فتح حلقه موجبه لعمليه تحفيز تكوين الار بي سي. فاذا اي سبب يقلل الاكسجين راح تتحفز هاي التشو وهاي السير لحتى تكون خلايا وخلايا اخرى. فاذا شنو هي هاي الاسباب؟ شنو هي هاي الاسباب اللي تسوي لنا ديكريز اوف ذا اوكسجين؟ والاكسجين راح يوصل بكميه قليله الى التشو. من هاي الاسباب هو الانيميا. الانيميا از ا ريزلت اوف هيموريج اور اني اذر كونديشن. فاذا اي سبب اذا صار هذا الشخص عنده، اذا كان هو انيميك كرونيك انيميا، او صار عنده يعني لوس اوف ذا بلاد فروم ذا بلاد فيزلز بكميات كبيره جدا، فهذا ايش راح يكون؟ راح يعني تنقص كميه الاكسجين اللي راح تنقلها الار بي سي الى
التشو. ليش؟ لانه قلت عندنا ديو تو بليدنج، قلت عندنا عدد كرات الدم الحمر، واحنا مثل ما قلنا كرات الدم الحمر راح تحمل لنا الهيموغلوبين، وهذا الهيموغلوبين راح يعني قلنا يحمل الاكسجين ويوديه الى التشو والى السيل. السبب الثاني هو destruction of a major portion of the bone marrow by X-ray therapy. إذا السبب الثاني إذا صار عندنا destruction دمار بالبون مارو نفسه، دمار due to إيش؟ due to X-ray therapy. مثل هذا الشخص بياخذ X-ray therapy للبون مارو لأسباب سرطانية أو أسباب تيومر أو أسباب أخرى، فهذا البون مارو راح يعني تقل كفاءته، وهاي الخلية الأم راح تكون لنا ال RBC بالعدد اللي بالعدد المطلوب، وبالتالي كمية الأكسجين اللي راح يوصل التشو راح يكون أقل. الشخص إذا كان متواجد بالهاي التيتيود، بالهاي التيتيود إذا الأماكن المرتفعة اللي تقل بها نسبة الأكسجين، فإذا الشخص كان متواجد في على مرتفعات عالية فالكوانتيتي أوف الأكسجين يعني بهالمناطق هاي تكون أقل، فإذا كمية الأكسجين اللي تكون اللي توصل إلى التشو تكون أيضا قليلة. فإذا كل هاي الأمور الثلاثة، وهنا طبعا هنا عددنا أكثر، لو بلد فوليوم، أنيميا، لو هيموغلوبين، فور بلد فلو، بولمونري ديزيز. إذا احنا بشكل عام لخصنا هاي الثلاث أسباب المهمة. إذا تجيك بالامتحان أنه تكتب لي هاي الثلاث أسباب المهمة اللي هي الأنيميا، الهاي اتيتيود، والبون مارو دامج، وإذا كتبت هاي الأسباب الخمسة بعد أحسن. زين، فاذا هاي الاسباب كلش مهمه اللي راح تقلل نسبه الاكسجين الواصل الى السير والواصل الى التشو. فاذا اذا قلت نسبه الاكسجين راح الخلايا مثل ما قلنا والتشو راح يحفز لنا هذا الهرمون اللي هو ارثروبوتين. فاذا هايبوكسيا كوزز ا ماركت انكريز ان ارثروبوتين برودكشن اند ذس ويل انهانس ذا ريت اوف بلاد برودكشن. مثل ما قلنا 90% من هذا الارثروبوتين يعني يصنع بالكليه بالكدني، و10% راح يصنع بالليفر. الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. اتمنى انه يعني فهمتوها، وهي محاضره طبعا سهله، والمعلومات اللي موجوده بها هي معلومات ومركزه، وانا حرصت انه نركز هاي المعلومات حتى تكون الاستفاده اكبر ما يمكن. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.